سرعان ما سمعت ضوضاء جمهور آتية من حجرة المدخل. إن من كان في الصالون يدرك أن عدة أشخاص قد دخلوا وأن آخرين ما يزالون يدخلون. كانت أصوات كثيرة تتكلم في آن واحد وتصرخ عند المدخل وعند السلم الذي ظل بابه مفتوحاً، واضح أنهم زوار غريبون عجيبون. أخذ جميع من في الصالون ينظر بعضهم إلى بعض متحيراً، واندفع جانيا إلى الصالون الكبير، غير أن عدداً من الأشخاص كانوا قد دخلوا إلى هناك. صاح صوت يعرفه الأمير، صاح يقول: آه أنت ذا يا يهوذا يا خائن، سلام جانيا يا وغدا عريقا. وصاح صوت آخر يقول مؤيدا: نعم إنه هو نفسه. لم يبق لدى الأمير أي شك إن أحد الصوتين هو صوت روجوين، وإن الصوت الآخر هو صوت ليبيديف. تجمد جانيا على العتبة مبهوتا مصعوقا، وأخذ ينظر صامتا دون أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الاثني عشر الذين كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون روجوين. كانت هذه العصبة خليطاً عجيباً يتميز أفرادها لا بتنوعهم فحسب، بل بفوضاهم كذلك، حتى إن بعضهم دخلوا كما هم بفرواتهم ومعاطفهم، وكانوا يبدون جميعاً سكارى بعض الشيء، رغم أن أحداً منهم لم يكن سكران فعلاً. وكان يظهر عليهم جميعاً أن كلاً منهم في حاجة إلى الآخرين يشد بهم أزره ويستمد منهم شجاعته. ما كان لواحد منهم أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيداً، ولكنهم كانوا كمن يدفع بعضهم بعضاً إلى الدخول دفعاً، حتى روجوين الذي كان على رأسهم. إنما كان يدخل محاذراً، فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس إلى درجة الهياج. أما الآخرون فلم يكونوا إلا كورس هو فيه المغني، أو قل لم يكونوا إلا عصبة عليها أن تساعده قليلا. كانت العصبة تضم عدا ليبيديف، كانت تضم زاليوجيف الذي عنى بتجعيد شعره عناية كبيرة وترك فروته في حجرة المدخل ودخل طلقا متبخترا، ووراءه شخصان أو ثلاثة أشخاص من هذا الطراز نفسه. كان واضحا أنهم أبناء تجار، وكان في العصبة كذلك رجل يرتدي معطفاً على الزي العسكري، ورجل قصير سمين مفرط في السمنة ما ينفك يضحك بغير انقطاع، ورجل ضخم بدين هو أيضاً بدانة غير عادية يكاد يبلغ طوله مترين، متجهم الوجه شديد الصمت، لابد أنه كان يعول على قبضتي يديه كثيراً، وطالب من طلاب الطب وبولندي مرح. وعلى فسحة السلم سيدتان تنظران إلى حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا، فأغلق كوليا الباب أمامهما وشد المزلاج. سلام جانيا الوغد، إنك لم تكن تتوقع أن ترى بارفيون روجوين، أليس كذلك؟ هكذا ردد بارفيون روجوين حين وصل إلى باب الصالون فوقف أمام جانيا، ولكنه في تلك اللحظة نفسها لمح في الصالون قبالته تماما، على حين فجأة لمح أناستاسيا فيليبوفنا، واضح أنه كان أبعد ما يكون عن تخيل إمكان أن يراها هنا. فما إن رآها حتى أحدثت رؤيتها في نفسه تأثيرا خارقا، فإذ هو يبلغ من الشحوب وانكفاء اللون أن شفتيه أصبحتا زرقاوين. قال في رفق بصوت خافت كأنما هو يحدث نفسه وقد شل فلا يدري ماذا يفعل: ما يقال صحيح إذن، انتهى الأمر. ثم قال مخاطبا جانيا من بين أسنانه وهو ينظر إليه نظرة تفيض بغضب حانق لا يغلب: طيب سنتحاسب. لقد انحبست أنفاس روجوين، فلم يكد يستطيع أن ينطق بهاتين الكلمتين مقطعتين إلا بكثير من العناء، وتقدم في الصالون. ولكنه حين أبصر نينا ألكسندروفنا وفاريا على حين فجأة توقف شاعرا ببعض الخجل رغم كل انفعاله، ودخل ليبيديف وراءه يتبعه كظله، وقد نال منه السكر. ثم دخل الطالب فالعملاق ذو القبضتين الهائلتين، ودخل وراءهما زاليوجيف يحيي ذات اليمين وذات الشمال،
فما دخل الرجل القصير السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقا. إن وجود السيدات قد كبحهم قليلا، وكان واضحا أنه يربكهم إرباكا كبيرا، ولكن المرء يحس أن هذا الإرباك سيزول متى حانت لحظة البدء، فإن وجود السيدات لن يحول دون الفضيحة متى تطلق إشارة البدء، قال رجوين في ذهول ولكن مع شيء من الدهشة. كيف؟ أأنت أيضا هنا يا أمير؟ وما تزال اللبادتان على حذائيك؟ وتنهد، لكنه كان قد نسي الأمير وعاد ينقل بصره إلى ناستاسيا فيليبوفنا وهو يقترب منها مزيدا من الاقتراب، كأنما يجذبه إليها مغناطيس. وكانت ناستاسيا فيليبوفنا هي أيضا تتفرس في الدخلاء قلقة مستطلعة. وأخيرا ثاب إلى جانيا صوابه، فقال بصوت عال وهو يلقي على الدخلاء نظرة قاسية مخاطبا رجوين بخاصة: اسمحوا لي، ما معنى هذا؟ أأنتم هنا في إسطبل أيها السادة؟ أمامكم هنا أمي وأختي. قال رجوين من بين أسنانه: نرى أنهما أمك وأختك. وزاد ليبيديف يقول: واضح أنهما أمك وأختك. وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن الحين قد حان، فإذا هو يهمهم. فصاح جانيا رافعا لهجته إلى درجة الانفجار قائلا: كفى، أرجوكم أولا أن تنتقلوا إلى الغرفة الأخرى، واسمحوا لي بعد ذلك أن أسألكم. ضحك رجوين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه وقال: عجيب، لم تعرفني، ألم تتعرف رجوين؟ ابني التقيت بك في مكان ما، فإنني التقيت بي في مكان ما؟ أنسيت إذن أنك منذ أقل من 3 أشهر قد سلبتني بالقمار 200 روبل هي ملك أبي؟ لقد مات الشيخ المسكين قبل أن يتسع وقته لمعرفة ذلك. أنت جررتني إلى اللعب، وصاحبك كينيف تولى الغش. أفلا تتعرفني إذن؟ في وسعي بتتسين أن يشهد. على كل حال، يكفي أن أخرج من جيبي 3 روبلات وأن أريكها حتى تركع وتسير على 4 إلى فاسيليفسكي آملا في الحصول عليها. هذا أنت، تلك هي نفسك الخسيسة، وإنما جئت الآن أيضا لأشتريك كلك بالمال. لا تنظر إلى حذائي، فأنا أملك يا صاحبي مالا كثيرا، وفي وسعي أن أشتريك أنت وجميع ذويك. لو شئت اشتريتكم جميعا جميعا. كان رجوين يزداد اندفاعا ويبدو أشد سكرا لحظة بعد لحظة، وهتف يقول: لا، لا تطرديني يا ناستاسيا فيليبوفنا، قولي لي كلمة واحدة لا أكثر، أأنت مقبلة على الزواج به أم لا؟ ألقى رجوين هذا السؤال كما يلقيه إنسان يشعر بأنه هالك، وخاطب ناستاسيا فيليبوفنا كما يخاطب إنسان إلهه المعبود. ومع ذلك كان في لهجته جرأة هي جرأة من حكم عليه بالإعدام، فلم يبقى هنالك ما يخاف أن يضيع منه، وراح ينتظر الجواب بقلق قاتل. شقلته ناستاسيا فيليبوفنا بنظرة ساخرة متعالية، ولكنها حين ألقت بصرها على فاريا ونينا ألكسندروفنا ثم على جانيا غيرت موقفها وقالت تجيبه في رفق وجد بصوت تلوح فيه الدهشة: لا أبدا، ماذا دهاك؟ ثم كيف خطر ببالك أن تلقي علي هذا السؤال؟ هتف رجوين يقول كمن جن فرحا: لا لا، أصحيح أنك لن تتزوجيه؟ لقد زعموا لي أنك ستتزوجيه. طيب يا ناستاسيا فيليبوفنا، هم يدعون أنك وعدت جانيا بأن تتزوجيه، كيف تتزوجين هذا؟ أذلك ممكن؟ لقد قلت لهم هذا، إن في وسعي أن أشتريه كله 100 روبل، فإذا أعطيته 1000 روبل أو قولي 3000 روبل في سبيل أن يعدل عن الزواج، لهرب عشية الزواج تاركا خطيبته. أليس هذا صحيحا يا جانيا يا سافل؟ ألن تقبل 3000 روبل؟ خذ، إليك هي. من أجل هذا إنما جئت اليوم، لقد جئت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواج. قلت سأشتريك، ولسوف أشتريك فعلا. صرخ جانيا يقول وهو يحمر ثم يصفر ثم يصفر ثم يحمر: اذهب من هنا، أنت سكران.
أحدثت هذه الصرخة انفجارات أصوات، كانت عصبة رجوين لا تنتظر منذ مدة طويلة إلا أول استفزاز، وها هو ذا ليبيديف يهمس في أذن رجوين ببعض الكلام مهتماً أشد الاهتمام. أجاب رجوين: أصبت يا سيادة الموظف، أصبت أيها السكير، ولما لا أخيراً؟ ثم هتف يقول وهو ينظر إلى ناستاسيا فيليبوفنا كالمجنون، فتارة برعب وتارة بجرأة تشبه أن تكون وقاحة: ناستاسيا فيليبوفنا، إليك 18,000 روبل، وهناك مبالغ أخرى. قال ذلك ووضع أمامها على منضدة صغيرة حزمة ملفوفة بورق أبيض ومربوطة بخيط، ولم يجرؤ أن يكمل فكرته، لم يجرؤ أن يتم ما كان يريد أن يقوله. همس ليبيديف في أذنه مرة أخرى يقول مرتاعا: لا، لا هذا. كان واضحا أن ضخامة المبلغ قد روعته وأنه يقترح تخفيضه، فأجابه رجوين: لا يا صاحبي، هنا أخطأت، هنا أنت غبي. وإذ رأى شررا يقدح في نظرة ناستاسيا فيليبوفنا ثاب إليه صوابه وأخذ يرتجف، وأضاف يقول: بل نحن كلانا غبيان، أنت وأنا. آه، ما كان أشد حماقتي حين سمعت لك. أضاف رجوين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق. فبعد أن لاحظت ناستاسيا فيليبوفنا بكثير من الانتباه كيف انقلب وجه رجوين وتشوه، انفجرت تضحك فجأة، ثم أضافت تقول بلهجة خالية من الكلفة، طافحة بالوقاحة وهي تنهض عن الكنبة كأنما لتنصرف: لي أنا. وكان جانيا يراقب المشهد منقبض القلب. صاح رجوين يقول: بل 40,000، 40,000، لا 18. لقد وعدني بتتسين وبوسكوب بأن يدفعا لي 40,000 روبل في الساعة السابعة، 40,000 روبل عدا ونقدا. أصبح المشهد دنيئا حقا، ولكن ناستاسيا فيليبوفنا ظلت تضحك ولم تعزم أمرها على الانصراف، كأنها تتعمد أن يطول المشهد. وقد نهضت نينا ألكسندروفنا وفاريا هما أيضا، ووقفتا تنظران صامتتين مروعتين، ما عسى أن ينتهي إليه الأمر. فأما فاريا فعيناها تلتمعان، وأما نينا ألكسندروفنا فقد هزها تعاقب الأحداث هذا هزا قويا كل القوة، فهي ترتجف حتى لا تكاد تسقط مغشيا عليها. إذا كان الأمر كذلك فإنني أرفع المبلغ إلى 100,000. نعم بتتسين، ساعدني في جمع هذا المبلغ ولك حسابك. همس بتتسين قائلا وهو يقترب منه بحركة نشيطة ويمسك ذراعه: أنت سكران، سوف نستدعي الشرطة، أين تظن نفسك؟ قالت ناستاسيا فيليبوفنا كأنما تثيره وتحرضه: الخمرة هي التي تتكلم. فأخذ رجوين يصرخ قائلا وقد ازدادت حماسته ازديادا كبيرا: لا، أنا لا أكذب، سوف تقبضين 100,000 روبل هذا المساء، سوف أبرهن على أنني لا أتباخل. هنا أرعد صوت أرداليون ألكسندروفيتش على حين فجأة يقول غاضبا مهددا وهو يتقدم نحو رجوين: ما معنى هذا كله أخيرا؟ إن هذه الاندفاعة المباغتة التي لم يكن يتوقعها أحد من العجوز بعد أن ظل صامتا حتى ذلك الحين قد أحدثت أثرا مضحكا، فانطلقت الضحكات هنا وهناك. قال رجوين وهو يضحك ساخرا: من أين خرج لنا هذا؟ تعال معنا أيها العجوز فتشرب حتى تسكر. فصرخ كوليا الذي كان يبكي عارا وغضبا: هذه دناءة. وصاحت فاريا فجأة وهي ترتعش غضبا من قمة رأسها إلى أخمص قدميها: هل يعقل ألا يكون بينكم واحد يخرج هذه الوقحة من هنا؟ فأجابت ناستاسيا فيليبوفنا تقول بمرح فيه احتقار: أنا أوصف بأنني وقحة؟ ما كان أغباني حين جئت لأدعوهم إلى سهرتي، انظر كيف تعاملني أختك يا جبريل. ظل جانيا بضع لحظات كالمسعوق من اندفاعة أخته، ولكنه حين لاحظ أن ناستاسيا فيليبوفنا عازمة في هذه المرة فعلا على أن تنصرف، هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد، وهتف يسألها وهو ينظر إليها كمن يريد أن يحيلها إلى رماد على الفور: ماذا فعلت؟ كان قد خرج عن طوره
وأصبح لا يدري ماذا يصنع. صرخت فاريا تقول وهي ترشق أخاها بنظرة انتصار وتحد: ماذا فعلت؟ وأنت إلى أين تجرني؟ أتراك تريد مني أيها الرجل الساقط أن أقدم إليها اعتذاري؟ هي التي أهانت أمك وغطت بيتك كله بالعار؟ ولبثا على هذه الحال بضع لحظات وجها لوجه. كان جانيا ما يزال ممسكا يد أخته بيده، وحاولت فاريا أن تخلص يدها مرة أو مرتين بكل ما تملك من قوة، لكنها لم تفلح، فإذا هي بعد ذلك تخرج عن طورها فتبصق في وجه أخيها. صرخت ناستاسيا فيليبوفنا تقول: هذه فتاة حقا يا بتتسين، أهنئك. زاغ بصر جانيا ونسي نفسه تماما، فرفع يده يريد أن يضرب أخته بكل قواه، وكان يمكن أن تسقط يده على وجهها لولا أن يدا أمسكت ذراع جانيا بانطلاقة سريعة فأوقفتها. لقد وقف الأمير بين الأخ وأخته. قال الأمير حازما، ولكنه كان يرتعش بجميع أعضائه هو أيضا كما يحدث في أثر اضطراب شديد: ما هذا؟ أما كفاكم؟ فزأر جانيا قائلا وهو يترك يد فاريا: أأظل أجدك دائما في طريقي؟ وكانت يد جانيا قد أصبحت طليقة، وكان قد بلغ ذروة السخط، فإذا هو ينزل بيده على وجه الأمير صفعة قوية. صاح كوليا يقول وهو يرفع ذراعيه: آه آه رباه! وانطلقت هتافات التعجب من كل جهة. كان الأمير أصفر اللون يحدق إلى عيني جانيا بنظرة غريبة مثقلة لوما، وكانت شفتاه المختلجتان تحاولان أن تنطقا بشيء ما، وكانت ابتسامة عجيبة غير مألوفة تشنجهما فما تستطيعان أن تقولا شيئا. واستطاع أخيرا أن يتلفظ فقال: أنا لا ضير إن ضربتني، أما هي فلن أسمح لك بأن تضربها. ولكنه فقد سيطرته على نفسه فجأة، فترك جانيا وأمسك رأسه بيديه واتجه نحو الحائط وقال بصوت متقطع: آه للشدة ما ستشعر بالخزي والعار من فعلتك! وكان جانيا كالمسعوق فعلا. هرع كوليا إلى الأمير يقبله ويواسيه، وتبعه روجوين وفاريا وبيتتسين ونينا ألكساندروفنا، تبعه الجميع حتى الشيخ أرداليون ألكساندروفيتش. تمتم الأمير قائلا وهو ما يزال يبتسم تلك الابتسامة غير المألوفة: ليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء. وصرخ رجوين: لسوف يندم على ما فعل، لسوف تخجل يا جانيا من أنك أسأت إلى مثل هذه النعجة. لم يجد كلمة أخرى. دعهم يا أمير يا صديقي وتعال، فسوف ترى كيف يعرف رجوين أن يحب. تأثرت ناستاسيا فيليبوفنا هي أيضا أشد التأثر من فعلة جانيا وموقف الأمير. إن وجهها الذي يكون في العادة شاحب اللون والذي يعبر في العادة عن شرود الذهن، وذلك ما لا يتفق كثيرا مع ضحكها الذي كانت تصطنعه اصطناعا منذ قليل، قد غيرته الآن عاطفة جديدة. هذا واضح كل الوضوح، ومع هذا يحس المرء أنها لا تحرص على إظهار ذلك، فهي تحاول أن تحافظ على ما كان يعبر عنه وجهها من سخرية. وفجأة تذكرت السؤال الذي أثاره الأمير منذ قليل، فدمدمت تقول على حين بغتة ولكن بشيء من الجد والرصانة منذ الآن: حتما سبق أن رأيت هذا الوجه قبل الآن. فهتف الأمير فجأة يقول بلهجة عتاب عميق، لكنه عتاب فيه مودة وصداقة: وأنت ألا تشعرين الآن بخجل؟ أنت لست تلك المرأة التي حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به. دهشت ناستاسيا فيليبوفنا وحاولت أن تبتسم كأنما لتخفي شيئا ما، وبعد أن ألقت نظرة على جانيا اتجهت نحو باب الصالون مضطربة، لكنها حتى قبل أن تصل إلى حجرة المدخل عادت أدراجها فجأة، فاقتربت من نينا ألكساندروفنا فتناولت يدها وحملتها إلى شفتيها ودمدمت تقول بصوت سريع وبحرارة وقد اشتعل وجهها واحمر: لقد حزر، صحيح أنني لست هكذا. ثم استدارت وخرجت، ولكنها بلغت من السرعة في هذا كله
أن أحدا لم يتسع وقته لأن يعرف لماذا هي رجعت أدراجها. كل ما هنالك أنهم رأوها تكلم نيلا ألكسندروفنا ببضع كلمات همسا، ولعلهم رأوها تقبل يدها، غير أن فاريا رأت كل شيء وسمعت كل شيء وتابعتها بنظراتها مدهوشة. عاد إلى جانيا رشده، فاندفع ليصحب أناستاسيا فيليبوفنا، لكنها كانت قد خرجت فأدركها في السلم. صرخت تقول له: لا تصحبني، إلى اللقاء في هذا المساء، لا تتخلف، هل سمعت؟ فعاد جانيا مضطربا مفكرا واجما، إن لغزا ثقيلا يجثم الآن على قلبه، بل هو الآن أثقل مما كان، وطافت صورة الأمير أيضا بخاطره، وقد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى انسحاب عصبة روجوين التي كان أفرادها يصدمونه في المدخل متدافعين متعجلين ترك المنزل في أثر رئيسهم. كانوا جميعا يتناقشون بحرارة شديدة وصوت عال، وكان روجوين نفسه يمشي إلى جانب بيتتسين ويكلمه ملحا في شيء لابد أنه خطير ولا يحتمل أي تأخير، حتى إذا مر أمام جانيا قال له: خسرت يا جانيا. فتابعهم جانيا بنظرة قلقة. ترك الأمير الصالون وحبس نفسه في غرفته، فسرعان ما أسرع إليه كوليا ليواسيه. كان يبدو على الصبي المسكين أنه أصبح لا يستطيع الانفصال عنه. قال له: أحسنت إذ انصرفت، ستسوء الأمور مزيدا من السوء هناك. يحدث هذا في جميع الأيام، كل ذلك بسبب ناستاسيا فيليبوفنا تلك. قال الأمير: في أسرتك يا كوليا آلام كثيرة متراكمة. نعم هذا صحيح، والحق أننا ليس لنا أن نشكو، فالذنب كله ذنبنا، ولكن لي صديقا هو أشقى منا أيضا، هل تريد أن أعرفك به؟ بسرور كبير، أهو أحد رفاقك؟ نعم تقريبا، سأشرح لك الأمر فيما بعد. إنها جميلة ناستاسيا فيليبوفنا، أليس كذلك؟ لم يسبق لي أن رأيتها حتى الآن، رغم كل ما بذلت في سبيل ذلك من جهود. كانت اليوم باهرة حقا، باهرة. كان يمكنني أن أغفر لأخي جانيا كل شيء لو كان يتزوجها عن حب، أما أن يأخذ مالا فهذا هو العيب. نعم أخوك لا يعجبني كثيرا. أفهم ذلك جيدا، ولا سيما بعد الذي فعله بك. هل تريد أن أقول لك رأيي؟ هناك مواضعات اجتماعية وأحكام شائعة لا أطيقها البتة، يكفي أن يقوم مجنون أو معتوه أو حتى وغد مجرم، يكفي أن يقوم وهو في حالة هذيان بصفع أحد الناس حتى يتلطخ شرف الرجل الذي تلقى الصفعة إلى الأبد، فإذا هو لا يستطيع أن يغسل الإهانة إلا بالدم، اللهم إلا أن يمشوا أمامه ركعا ضارعين إليه أن يصفح ويغفر. في رأيي أن هذا طغيان واستبداد، إنه سخف، وذلك هو موضوع الدراما التي كتبها ليرمنتوف بعنوان الحفلة المقنعة، والتي أجد أنها تافهة بلهاء، بل وأنها مخالفة للطبيعة. يجب أن نذكر على كل حال أن تلك الدراما هي من الأعمال التي كتبها ليرمنتوف في طفولته تقريبا. أعجبتني أختك كثيرا، أرأيت كيف بصقت في وجه جانيا؟ شجاعة فاريا، ومع هذا فإنك أنت لم تبصق، وما أظن أن مرد ذلك إلى نقص في شجاعتك. ها هي ذي بنفسها، صدق المثل: اذكر الذيب وحضر القضيب. كنت أعلم أنها لابد أن تجيء، إن فيها نبلا وشهامة، وإن تكن لها عيوب ونواقص أيضا. كانت أول حركة من فاريا أنها قالت: أنت لا عمل لك هنا ولا شأن، اذهب إلى أبيك، لابد أنه يضجرك يا أمير. لا بالعكس، ها هي ذي الأخت الكبرى تندفع وتثور، ذلك هو عيبها، ولكن بالمناسبة لقد ظننت أن أبانا سيتبع رجوين، لابد أنه نادم الآن على أنه لم يفعل. وأضاف كوليا يقول وهو يخرج: يستحسن فعلا أن أذهب إليه فأرى ما هنالك. قالت فاريا: الحمد لله،
استطعت أن أقود ماما وأن أرقدها، ولم يحدث انفجار جديد. جاني غارق في خجله وهمومه، هناك ما يدعوه إلى ذلك على كل حال. يا له من درس. لقد جئت لأشكرك ولأسألك أيضا، ألم تكن تعرف ناستاسيا فيليبوفنا قبل اليوم؟ لا، لم أكن أعرفها. فلماذا قلت لها إذن وجها لوجه أنها ليست تلك المرأة؟ ألا إن من الجائز أن تكون قد حزرت الواقع؟ على كل حال، طاش عقلي وتاه فكري، فأصبحت لا أفهم من الأمر شيئا. لا شك في أنها كانت تنوي أن تهيننا، ذلك واضح، وقد سبق أن سمعت عنها أشياء كثيرة غريبة. ولكن إذا صدق أنها جاءت لتدعونا أنا وماما، فكيف نفسر أنها بدأت بمعاملة ماما تلك المعاملة الغريبة؟ إن بتتسين يعرفها جيدا، وقد قال إنه لم يستطع أن يعلل سلوكها منذ قليل، وموقفها ذاك من رجوين. إن من يحترم نفسه لا يسمح لنفسه بمثل هذه اللغة في منزل. وأمي قلق عليك كل القلق أيضا، قال الأمير وهو يحرك يده بحركة عدم الاكتراث. ما هذا بشيء؟ إنه لغريب مع ذلك أنها أطاعتك. كيف أطاعتني؟ حين قلت لها إن عليها أن تشعر بالخجل، فإذا هي تتغير وتتبدل دفعة واحدة. ثم أضافت فاريا وهي تبتسم ابتسامة خفيفة، إن لك عليها نفوذا وسلطانا يا أمير. وفتح الباب ودخل جانيا من حيث لم يكن يتوقع دخوله البتة، وحتى رؤية فاريا لم تحمله على التردد. تلبث عند العتبة لحظة، ثم دنا من الأمير وقد بدا في وجهه الحزم والثبات، وقال فجأة بانفعال قوي: يا أمير، لقد كنت أنا دنيئا، فاغفر لي يا عزيزي. كانت قسمات وجهه تعبر عن ألم كبير وعذاب شديد، فتأمله الأمير مجدوها ولم يجب فورا، فأسرع جانيا يكرر قوله نافذ الصبر: اغفر لي، أرجوك اغفر لي، هل تريد أن أقبل يدك؟ فما كان من الأمير وقد تأثر تأثرا شديدا إلا أن عانقه بذراعيه دون أن يقول كلمة واحدة، وتبادل الرجلان القبلات. قال الأمير أخيرا وهو يسترد أنفاسه بكثير من العناء: ما كان ليخطر ببالي أنك قادر على هذا، كنت أظن أنك غير قادر عليه. على الاعتراف بأخطائي، إني لا أتساءل كيف أمكنني أن أعدك أبله. أنت الذي ترى ما لا يستطيع الآخرون أن يلاحظوه في يوم من الأيام. إنه لا يكون مفيدا أن أجري معك حديثا، ولكن ربما كان السكوت أفضل، قال الأمير وهو يومئ له إلى فاريا: وهذه إنسان آخر يجب عليك أن تستغفره. فصاح جانيا قائلا وهو يشيح بوجهه عن أخته: لا لا، هؤلاء جميعا أعداء لي. تأكد يا أمير أنني قمت بمحاولات كثيرة وبذلت جهودا كبيرة. لا، هنا لا يغفرون غفرانا صادقا قط، قالت فاريا فجأة، بل سأغفر لك. وهل تذهبين هذا المساء إلى بيت ناستاسيا فيليبوفنا؟ أذهب إذ أمرتني بأن أذهب، ولكن احكم في الأمر بنفسك. هل يمكنني الآن أن أظهر هناك؟ ما دامت ليست تلك، إنك ترين الألغاز التي تقوم في أذهاننا عنها، ألا إنها لا تجيد التمثيل؟ قال جانيا ذاك وضحك ضحكة ساخرة خبيثة: أنا أدرك أنها ليست ما يتراءى لنا، وأن في جعبتها مقالب أخرى، ولكن ما هي تلك المقالب؟ ثم انتبه يا جانيا، أأنت تعرف رأيها فيك على الأقل؟ صحيح أنها قبلت يد ماما، ولنفرض أن سائر الأمور تمثيل، ولكنها مع ذلك قد سخرت منك وتهكمت عليك. هذه مذلات لا تساويها 75,000 روبل. لا يا أخي، عهدي فيك أنك قادر على الشعور بعواطف نبيلة، لذلك تراني أقول لك هذا الكلام. صدقني، أنت نفسك لا تذهب إليها هذه الليلة، حذاري أن تذهب، لسوف يجري الأمر كله مجرا سيئا. قالت فاريا ذلك وأسرعت تخرج من الغرفة منفعلة أشد الانفعال. قال جانيا وهو يضحك مستهزئا: كذلك هن جميعا، هل يتخيلن أنني أنا نفسي لا أعرف؟
لا شك أنني أعرف أكثر مما يعرفون. وهنا جلس جانيا على الديوان، فكان واضحا أنه ينوي إطالة زيارته. تجاسر الأمير فقال خجلا وجلا: إذا كنت تعرف فلماذا اخترت إذن هذا التعذيب، عالما أن 75,000 روبل لا تساويه؟ فدمدم جانيا يقول: ليس هذا هو الأمر، ولكن قل بالمناسبة فأنا أحرص على أن أعرف رأيك. هل هذا التعذيب تساويه 75,000 روبل أم لا تساويه؟ أعتقد أنها لا تساويه. مفهوم، وعار أن يتزوج الرجل على هذه الشروط، عار جدا. طيب، فاعلم أنني سأتزوج مع ذلك، واعلم أنني الآن أشد ثقة ويقينا مما كنت من قبل، فمنذ قليل كنت ما أزال مترددا، أما الآن فقد انتهى الأمر. لا تقل شيئا، أنا أعرف ماذا تريد أن تقول. لا أريد أن أتكلم عما ظننت أنني سأتكلم عنه، كل ما هنالك أنني مدهوش من ثقتك ويقينك. مما؟ من ثقتي ويقيني؟ من ثقتك أولا بأن ناستاسيا فيليبوفنا ستتزوجك حتما، وأن هذا أمر مفروغ منه. ومن ثقتك ثانيا بأن هذه 75,000 روبل ستلقى في جيبك رأسا. أقول هذا رغم أنني أجهل أشياء كثيرة. على كل حال، اقترب جانيا من الأمير بحركة نشيطة وقال: طبعا أنت لا تعرف كل شيء، وإلا فلماذا كان يمكن أن أقبل احتمال هذا الثقل كله؟ يخيل إلي أن ذلك يحدث في كثير من الأحيان. يتزوج الرجل طمعا في مال، ولكن المرأة هي التي تستولي على المال. دمدم جانيا يقول واجما مفكرا قلقا: لا، لن تجري الأمور هذا المجرى في زواجنا، هناك ظروف معنية. ثم أسرع يضيف: أما عن جوابها فلم يبقى ثمة أي شك فيه، ما الذي يدعوك إلى افتراض أنها قد ترفضني؟ لا أعرف أكثر مما رأيت، وقد قالت بارابارا أرداليونوفنا هي أيضا منذ قليل: هن يقولن هذا الكلام لأنهن لم يبقى لهن ما يقولنه، أما روجوين فقد كانت تسخر منه. ثق بهذا، ذلك شيء ميزته واضحا، ذلك شيء لا يخفى عن البصر. عانيت منذ قليل لحظة قلق، لكنني أرى الآن رؤية واضحة. اللهم إلا أن يكون حكمك مبنيا على سلوكها مع أمي وأبي وفاريا، وعلى سلوكها معك أيضا. هب ملاحظتك صحيحة، ولكن هذا ليس إلا روح الانتقام الأبدية لدى النساء. إن أناستاسيا فيليبوفنا امرأة سريعة الاهتياج، شديدة التأذي، كثيرة الأنانية، لكأنها موظف من الموظفين المنسيين في كشوف الترقيات. لقد حرصت على أن تثبت لهم قوة شخصيتها، وعلى أن تظهر لهم احتقارها، لهم ولي أنا أيضا إن شئت. هذا صحيح، لست أنكره، لكنها ستتزوجني مع ذلك. إنك لا تستطيع أن تتخيل الألاعيب التي يمكن أن تدفع إليها الكبرياء. إن هذه المرأة تعدني شخصا جديرا بالاحتقار، لأنني على علم بأنها خليلة رجل آخر أرضى أن أتزوجها في سبيل المال صراحة، ولكنها لا يخطر ببالها أن شخصا آخر كان يمكن أن يخدعها بطريقة أحقر وأدنى، كأن يأخذ يحدثها مفيدا مسهبا عن الأفكار الليبرالية والآراء التقدمية وتحرير المرأة وما إلى ذلك، ليجرها بعد ذلك من أنفها. إن في وسعه بمثل هذه الأساليب أن يقنع هذه المجنونة إقناعا سهلا كل السهولة بأنه لا يختارها إلا لنبل قلبها وكثرة محنها، مع أنه في حقيقة الأمر لا يفكر إلا في مالها. أما أنا فلا أحظى بالقبول والرضا، لأنني أكره المواربة، ولكن كان علي في الواقع أن ألجأ إلى ذلك الأسلوب. ثم قل لي، ما الذي تفعله هي؟ ألا تفعل هذا الشيء نفسه؟ فلماذا إذن تحتقرني وتمثل هذا التمثيل كله؟ السبب بسيط، هو أنني أرفض أن أرضح وأظهر العزة والكبرياء أنا أيضا. على كل حال سوف نرى. أتراك أحببتها من قبل؟ نعم،
في بداية الأمر، ولكن كفى، هناك نساء لا يصلحن لأن يتخذن إلا خليلات. لا أدعي بهذا القول أنها كانت خليلتي، فإذا رضيت أن تكون عاقلة وأن تعيش هادئة رضيت بذلك أنا أيضا، أما إذا أخذت تتمرد وتثور فسرعان ما سأتركها فارا بالمال. لا أريد أن أكون أضحوكة، ذلك أهم شيء عندي. قال الأمير بحذر: يخيل إلي أن أناستاسيا فيليبوفنا ذكية، فكيف تقع في الفخ إذا كانت توجس هذا الشقاء كله سلفا؟ في وسعها أن تتزوج رجلا آخر، ذلك ما يثير دهشتي. هنا يكمن الحساب كله، إنك لا تعرف كل شيء يا أمير. ثم إنها مقتنعة على كل حال بأنني أحبها حبا يبلغ الجنون، أؤكد لك ذلك، وأغلب الظن عندي أنها هي أيضا تحبني على طريقتها، فكما يقول المثل: من يحب حبا قويا يعاقب عقابا شديدا. طوال حياتها ستظل تعدني أسيرا تعذبه، ولعل ذلك هو ما تحتاج إليه مع حبها إياي على طريقتها في الوقت نفسه. إنها تهيئ نفسها لهذا، فذلك هو طبعها، إنها امرأة روسية إلى أقصى حد، أؤكد لك هذا. أما أنا فإنني أخبئ لها أيضا مفاجأة، إنما حدث بيني وبين فاريا منذ قليل كان طارئا عرضيا، لكنه يفيدني. لقد استطاعت أن تتأكد من تعلقي بها ومن أنني سأقطع جميع الصلات في سبيلها. ها أنت ذا ترى أنني أنا أيضا لست غبيا إلى ذلك الحد، لا شك أنك تجدني كثير الثرثرة. جائز جدا يا أمير أنني أخطئ إذ أفضي إليك بهذه المسرات كلها، ولكني ما هجمت عليك هذا الهجوم إلا لأنك أول إنسان نبيل ألقاه في حياتي. لا تأخذ كلمة الهجوم هذه بمعنيين. لست حاقدا علي لما حدث منذ قليل، أليس كذلك؟ لعل هذه أول مرة أتكلم فيها مفتوح القلب منذ سنين. الشرفاء هنا قليل، أشرفهم بتتسين، ولكن يخيل إلي أنك تضحك. ألا تضحك؟ إن الأوباش يحبون الشرفاء كثيرا، ألم تكن تعرف هذه الحقيقة؟ وإذ أنني، ولكن قل لي حقا، فيما أنا وبش؟ هلا قلت لي هذا صريحا صادقا؟ لماذا يقلدونها جميعا فيعدوني وبشا؟ تصور فوق ذلك أنني حين أسمع كلامها وأسمع كلامهم أخذ أعد نفسي وبشا مثلما يعدونني كذلك. ذلك هو الصغار وتلك هي الحقارة في الواقع. قال الأمير: أما أنا فلن أعدك بعد اليوم وبشا. الحق أنني منذ قليل كنت على وشك أن أعدك وغدا بالفعل، ولكنك أفرحتني الآن كثيرا. هذا درس سأنتفع به في المستقبل، وهو ألا أحكم على الناس قبل أن تكون لي خبرة بهم. أنا الآن أرى أنك لست وغدا، بل أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إنك لست حتى رجلا فاسدا. في رأيي إنك إنسان عادي جدا، ربما على شيء من ضعف الإرادة وقلة الأصالة. ابتسم جاني ابتسامة مريرة، ولكنه لزم الصمت، ولاحظ الأمير أن رأيه لم يحظى برضا جانية، فخجل من ذلك كثيرا وصمت هو أيضا. سأله جانية فجأة: هل طلب منك أبي مالا؟ لا. سيطلب فلا تعطه، أما أنه إنسان لائقا جدا فهذا أمر أتذكره كل التذكر. لقد كان يستقبل في أرقى مجتمع، ما أسرع ما يترددون ويسقطون هؤلاء الناس اللائقون جميعا، أمر غريب. يكفي أيسر تغيير في ظروف حياتهم حتى يهو إلى الدرك الأسفل، ثم لا يبقى منهم شيء، فكأنهم بارود اشتعل فاستحال كله دخانا. أؤكد لك أنه كان في الماضي لا يكذب أبدا كما يكذب الآن، كل ما هنالك أنه كان شديد التحمس، فانظر كيف صار الآن. هذا ذنب الشراب طبعا، هل تعلم أنه يعول خليلة؟ ثم إنه الآن ليس كذابا بغير أذى. إنني لا أفهم كيف تصبر عليه ماما وكيف تتسامح معه هذا التسامح كله. هل روى لك قصة حصار كارس أو قصة حصانه الأبلق الذي طفق يتكلم؟ إنه يصل إلى هذا الحد أحيانا. قال جانيا ذلك وانفجر يضحك ضحكا مجلجلا، ثم سأل الأمير: ما بالك تنظر إلي هكذا؟
أدهشني ما في هذا الضحك من صراحة وصدق. أرى أنك ما تزال قادرا على أن تضحك كما يضحك طفل. ومنذ قليل حين دخلت لتصالحني سألتني هل تريد أن أقبل يدك؟ هذا بعينه هو ما يفعله طفل حين يستغفر من ذنب. ما زلت قادرا إذن على هذا النوع من الكلام الطيب والاندفاع الصادق، فما بالك تنساق هذا الانسياق في تلك القصة المشبوهة، قصة 75,000 روبل؟ حقا إن ذلك لا يبدو لي مستحيلا لا يصدق. فما هي النتيجة التي تستخرجها من هذا كله؟ إنني أتساءل، ألست تتسرع في سلوكك كثيرا؟ أليس الأفضل أن تفكر أولا؟ قد تكون باربارا أرداليولوفنا على حق. قاطعه جانيا قائلا، ها؟ درس في الأخلاق؟ أما أنني ما زلت صبيا صغيرا فذلك أمر أعرفه أنا نفسي، وأكبر دليل على ذلك أنني أثرت معك مثل هذا الحديث. وتابع جانيا حديثه فاضحا نفسه كفتى جرحت كبرياؤه. لكنني لا أرتضي هذا الزواج بدافع الحساب وحده يا أمير، وإلا لكان من الممكن أن تخطئ حساباتي. فما زلت لا أملك لهذا الأمر كل عدته من دماغ قوي وعزيمة صلبة، وإنما أنا أقبل هذا الزواج مدفوعا بهوى عنيف جامح وميل عارم لا يغالب، لأن لي هدفا رئيسيا. لعلك تظن أنني متى قبضت هذه 75,000 روبل فسأشتري لنفسي مركبة فخمة، فاعلم إذن أن الأمر ليس كذلك. لسوف أخذ عندئذ في إبلاء سترة عتيقة عمرها 3 سنين، ولسوف أعدل عندئذ عن جميع علاقاتي بالمنتدى، ما أقل القادرين في بلادنا على المضي في طريقهم قدما لا يحيدون عنه، وإن تكن نفوسهم جميعا نفوس مرابين. أما أنا فسأصمد وسأتابع السير إلى النهاية، فإنما المهم أن يسير المرء إلى النهاية، تلك هي المشكلة. كان بتتسين في 17 من عمره يبيت في الشارع ويبيع سكاكين. بدأ كفاحه ببضعة كوبيكات، وهو يملك الآن 60,000 روبل، ولكن ما أقسى الجهود التي بذلها والمصاعب التي قاساها في سبيل ذلك. أما أنا فأستطيع أن أتخطى جميع تلك المصاعب فأبدأ برأس مال كبير على الفور، فما أن نمضي 15 سنة حتى يشير إلي الناس بالبنان قائلين هذا آيفولجين ملك اليهود. أنت تصفني بأنني خال من الأصالة، فاعلم يا عزيزي الأمير أن أكبر إهانة يمكن أن تلحقها بإنسان في عصرنا ومن جنسنا هي أن تنعته بأنه محروم من الأصالة والإرادة والمواهب الخاصة، وأن تقول عنه إنه رجل عادي. إنك لم ترضى حتى أن تعدني وبشا ذا قيمة، وإني لا أعترف لك بأنني أوشكت منذ قليل أن ألتهمك التهاما بسبب ما قلته في حقي. لقد ألمتني أكثر مما ألمني آيبان تشين، ذاك الذي يظن أنني لن أتورع عن أن أبيعه امرأتي. لم يصرح بهذا ولكنه يضمره، وهذه سذاجة منه، فإنه لم يحاول حتى أن يسبر ما بنفسي. هذا كله يثيرني منذ مدة طويلة يا صديقي، وذلك هو السبب في أنني محتاج إلى مال. فمتى حصلت على المال أصبحت على جانب كبير من الأصالة، ثق بهذا. من هذه الناحية خاصة إنما يجب أن يوصف المال بأنه حقير وبغيض، لأنه يضفي على صاحبه حتى الموهبة، وسيستمر الحال على هذا المنوال إلى نهاية العالم. قد تقول لي أن هذا الكلام كله صبياني، أو قد تقول لي إنه كله شعر لا ضير، ليزدد الأمر بذلك سخفا، ولكنه سيتحقق. سأسير إلى نهاية الشوط وسأصمد. صدق المثل، يضحك جيدا من يضحك آخرا. لماذا يعاملني آيبان تشين هذه المعاملة؟ أعن خبث وشر؟ لا، وإنما هو يعاملني هذه المعاملة لأنني شخص يمكن إهماله تماما، فليس له قيمة أو وزن. أما حين أصبح، على كل حال كفى الآن كلاما، لقد أزف الوقت. ثم إن كوليا قد أطل بأنفه مرتين، ربما ليناديك إلى الغداء. أما أنا فأخرج، سآتي إليك أحيانا، لن تتضايق كثيرا عندنا، فلسوف يتبنونك الآن جميعا. حذاري أن تفضحني، يخيل إلي أننا لا نستطيع أن نكون إلا أصدقاء أو أعداء. قل لي يا أمير، لو أنني قبلت يدك منذ قليل
كما اقترحت ذلك صادقا، أكنت أصبح بعد ذلك عدوك لهذا السبب؟ قال الأمير وهو يضحك بعد لحظة من تفكير: حتما، ولكن لا إلى الأبد، بل إلى حين، فإنك ما كنت لتستطيع أن تصمد طويلا، فلابد أن تغفر لي أخيرا. قال جانيا: أرى أن على المرء أن يكون حذرا كل الحذر معك، إنك حتى في هذا الجواب قد استطعت أن تدس شيئا من سم، من يدري لعلك عدو. بالمناسبة لقد نسيت، خيل إلي منذ قليل أن أناستاسيا فيليبوفنا أعجبتك كثيرا، هل هذا صحيح؟ نعم تعجبني. أأنت مغرم بها؟ لا. ومع ذلك احمر لونك وظهر العذاب في وجهك. طيب ليس هذا بشيء، لن أسخر منك، إلى اللقاء. هل تعلم أنها امرأة متمسكة بالفضيلة؟ هل تستطيع أن تصدق ذلك؟ لعلك تظن أنها خليلة الآخر توتسكي. أخطأ إذن ظنك، ما هي خليلته؟ وذلك منذ زمن طويل. هل لاحظت خراقتها وخجلها في بعض اللحظات؟ تلك هي الحقيقة، إن أصحاب أنثال هذه الطباع هم الذين يحبون أن يسيطروا. طيب أستودعك الله. انسحب جانيا بكثير من اليسر والطلاقة والسهولة، فكان عند خروجه أحسن حالا وأصفى مزاجا منه عند دخوله. أما الأمير فقد لبث جامدا نحو 10 دقائق لا يتحرك، وأطل كوليا برأسه من الباب من جديد. فقال له الأمير: لن أتغدى يا كوليا، فقد أفطرت عند آل آيبان تشين منذ قليل، فأصبت حظا كبيرا من الطعام. فدخل كوليا ومد إلى الأمير رسالة، إنها ورقة مطوية ممهورة بتوقيع الجنرال. يستطيع من ينظر إلى كوليا أن يقرأ في وجهه مدى الألم الذي يشعر به وهو يناول الأمير الرسالة. وقرأ الأمير الرسالة فنهض وتناول قبعته. قال كوليا خجلان مضطربا: ليس المكان بعيدا، هو على مسافة 2 خطوة من هنا، بابا جالس إلى مائدة أمام زجاجة. إني لا أتساءل كيف استطاع أن يقنعهم بأن يسقوه دينا. أرجوك يا عزيز الأمير ألا تذكر لأحد أنني نقلت إليك هذه الرسالة، لقد حلفت 1000 مرة ألا أعود إلى فعل هذا أبدا، ولكنني أشعر بشفقة عليه. ثم أرجوك أن لا تصانعه وتجامله، أعطه 2 نقود واكتفي بهذا. كنت أنوي أنا نفسي أقول يا أن إنني في حاجة إلى أن أرى أباك لسبب ما. هيا بنا.